عندما أراد غالفاناكس زعيم المجرة امتلاك نجم نينجا نيكسوس، خاطر أكبر معلم نينجا بنفسه ليبقي العالم آمنا. وبعد 10 سنوات أخذ جيل جديد من الشبان عهدا على أنفسهم بحماية نجوم الطاقة. وقت القتال. إنهم حراس طاقة النينجا الفولاذية. حسنا، معي كل ما احتاج اليه. هذا شيء يقل. انا اسيطر على كل شيء. اسفه، اعتذر اليك ميك. هيا مارك امامي. بسيطه، شكرا لك. خذي. الاشاعه حقيقيه؟ تشتركين في 4 نشاطات مختلفه؟ صحيح، كي احسن سيرتي الذاتيه. لكن المشكله أن النشاطات في وقت واحد، فكيف ستكونين في 4 أماكن مختلفة؟ حسناً، سأتركك تفكر في الإجابة عن سؤالك. وداعاً. افتحي أيتها البوابة. كيف حالك يا سري الصغير؟ سيكتمل نقل القوة قريبا، وعندها سأتخلص منك كما أتخلص من القمامة. أنا سعيدة لاشتراكنا بنادي الجري. ارتاح، سأكمل لوحدي. حسناً. مات الملك. نادي الشطرنج مذهل. هل نضع هذا في المنتصف؟ لا، هذا يوضع على الجانب. أليس نادي التخييم رائعاً؟ جيد، إصابات مذهلة، أحسنتم. سأرمي اختراعي الجديد، السهم المرتد. هل رأيت؟ أخطأت الهدف تماما. سنكتشف الآن. تفاحة؟ تفضلي. أحسنتِ سارة، تخطى هذا السهم الهدف، ثم عاد. لقد حطمتِ الرقم القياسي. لقد حطمت رقمك القياسي فيكتور. هذا لن يدوم. ومن لا يستطيع إيقاع الثمرة، شاهدوا الموهبة الحقيقية. سأريكم الآن سهمي الملتف ذو الضربة الملتوية. راقبوا وتعلموا من المحترف. أظن أنك صاحبة الرقم القياسي. مبارك يا سارة، أشكرك. صواعق النينجا، شحن الطاقة، استعداد، الصوت الصار. ضربة رائعة صحيح؟ أعدت برمجة صواعق النينجا. متى وجدت الوقت لفعل ذلك؟ فقد كنت تخيمين معنا. لا 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 لا،
كانت في نادي الشطرنج وقد هزمتني. لا، كانت في نادي الجري معي. أنا بصراحة كنت. مرحبا يا حراس. أنا هاك دراك. سلموني أدواتكم جميعا. لن نسلمك أي شيء. كما تريد. كودابوس أهجم. والآن أين تلك الأداة الآلية المميزة؟ تبحث عن الأدوات؟ جرب نصلي. الصوت الصاعق. ترى سارة، هل أنت بخير؟ ما الذي يجري؟ ترى هذا مدهش. سارة اختفت أمام أعيننا. معقول؟ ولكن كيف؟ أحب أن أقتني هذا النوع من الأدوات الآلية. سعدت بلقائكم، ولكن علي الذهاب. هل أخذ سارة معه؟ إنها في مأزق. لنعد إلى مقرنا. هيا هيا. ميك، حدث شيء غريب لسارة. كنا نقاتل وحشا و أخفتكم علي؟ لست أنا من كانت معكم في التدريب. ما الذي تتحدثين عنه؟ حسنا، لقد صممت هذا. إنه مرسل ضوئي يستطيع إظهار صورة مجسمة تتصرف مثلي. إذن هكذا استطعت الذهاب إلى كل النوادي في وقت واحد. هذا صحيح. يبدو أن لديك هنا سارات متعددة عليك التحكم بها. أنا أسيطر على الوضع تماما. لكن سارة، عندما اختفى مجسمك سرق الوحش الكرة، أقصد المرسل الضوئي. أجل، أيستطيع الاستفادة منه؟ لا، هذا أمر مستبعد، فكيف سيستفيد منه؟ لنأمل ذلك. المرحلة الثانية من خطتي هي امتصاص طاقة أولئك الجوزان. أشعر بأن قدراتي قد تحسنت. أستطيع الآن صنع مجسمات ضوئية ضخمة. جالفاناكس مستعد؟ على أتم الاستعداد. إذن لنبدأ العمل. تبدو مجسماتي الضوئية مذهلة. سيقف الحراس عاجزين وأنا أسحق مدينتهم. جرس الإنذار، يبدو أن هناك خطرا. لا، هجمت الوحوش المدينة. إنها وحوش عملاقة. ثمانية من جالفاناكس؟ كيف لهذا أن يحدث؟ مجسمات ضوئية، استطاع الوحش استعمال اختراعي. هذا خطأي، علينا إصلاح الوضع وبسرعة. أنت تعلمين كيف يعمل المرسل؟ كيف نوقف الوحوش؟ ربما أجد طريقة لتعطيل الجهاز. حسناً، نحن سنقاتل الوحش. حسناً، هيا بنا. فكري يا سارة، فكري. تستطيعين العثور على حل للمشكلة. وجدتها. تفعيل المجسمات. مرحبا يا فتيات، استمعنا إلي. لدي أفكار لمحاربة الوحوش، وعلى كل منكن العمل على فكرة. أما أنا فسأساعدكن. سارة الأولى، ابحثي عن فيروسات مخربة. سارة الثانية، حاولي تشويش موجات إرسال هاك تراك. الثالثة، اكتشفي كيف نسيطر على الجهاز. سارة الرابعة، حاولي إيقاف مصدر الطاقة. هيا بريستن، اتبعني. هيا أيها الأوغاد.
انظري إنهم هناك. يا إلهي، كيف سنهزم هذا الجالفاناكس؟ تستطيع هزيمة ثمانية مثلي، أنتم في حكم الهالكين. أنت من سيهلك. احذروه، هذا يقتلنا. لنستعمل الصواعق الجديدة. صواعق النينجا، شحن الطاقة، الصوت الصاعق. إنهم أقوياء جدا. صوت يا عمر السرعة. لا تسمعوا سارة، لا تجدي أسلحتنا نفعا مع المجسمات الضوئية. كيف يجري الأمر معك؟ أعمل أنا وسارتي بكل طاقتنا. عليكم أن تعثروا على هاك تراك، إنه الحل الوحيد للتخلص من الوحوش. سمعت ما قالت؟ لنحاول العثور على هاك تراك. سارة، أريدك أن تري هذا الأمر بسرعة قادمة. سارة، أريدك أن تساعديني على تشويش موجات هاك. هذا لن ينفع سارة، من فضلك لحظة، سأخترق برمجة الوحوش. ولكنني أريدك. أنا أريد سارة. سارة، أرجوكي، أنا لديك الأمر. ستتعطل جميعا. ماك، لما هذا الضجيج؟ آسف، أزعجتكن؟ ما رأيك؟ ظننت أنني قادر على تعلم العزف بالآلات، لكن يبدو أنني أخفقت. ربما يمكنك أن تساعديني. لا أستطيع، ألا تراني في خضم أزمة كبيرة؟ ثم عليك العزف بآلة موسيقية واحدة وليس بأربع، وهكذا يمكنك عزف لحن جيد عوضا عن أربعة سيئين. جميل جدا، لكن ألست تقومين بأربعة أشياء معا؟ بلى، أظن ذلك، والنتيجة كارثية. فهمت، علي أن أجد حلا لكل مشكلة على حدة. صحيح، لن تساعدني المجسمات، بل إنها تشتتني تماما. شكرا لك. ماذا كنت سأفعل لو لم تكن؟ حسنا، لا داعي للإجابة، لأني سأكون دائما هنا لمساعدتك. جيد، أنا أعتذر، سارة واحدة ستحل المشكلة، هي أنا. ماذا؟ إذن أعجب هاك تراك بجهازها. إذن سأزيد من إعجابه. صواعق النينجا. يا رفاق، لقد صنعت مرسلا ضوئيا جديدا، إنه يعطي مجسمات أكثر وأقوى من سابقه، لذا علينا الحذر كي لا يستحوذ هاك تراك عليه. فات الأوان، سأمتص هذا الجهاز أيضا. لا. شكرا أيتها الحارسة الحمقاء، ستصير مجسمات جالفاناكس أكثر قوة بفضل غبائك، وهكذا سيقضى عليكم. علينا أن نوقفه. لم تستطيعي إخفاء جهازك عن ذكائي. أظننت أني لم أسمعك وأنت تتحدثين عن اختراعك الجديد. في الواقع كنت أتعمد ذلك. ما الذي فعلته؟ علمت أنك لن تقاوم سرقة اختراعي، فوضعت فيه فيروسا صغيرا. إنها قطعة رائعة، هي جعلتنا جميعا نصدقها. ما هذا؟ ما الذي يجري؟ انظروا هنا، اختفت المجسمات. أحسنت صنعا يا سارة. لنقضي الآن على هاك تراك. أحتاج إلى إعادة إخلاء. عدت إلى العمل، وسأجعلكم تدفعون ثمن فعلتكم هذه. أرنا كل ما عندك إن استطعت. حراسة الطاقة، غير هذا الشيء.
سأستمتع بالقضاء عليكم. نجم العناصر هجوم النينجا المائي. هذا مذهل. أريد أن أمتلك هذا الجهاز المدهش. لا هذا سيء جدا. عطلت المياه أنظمتي. سأدخل في حالة. نجم العناصر نجم العناصر هجوم النينجا الترابي. وقعت ولا يمكنني النهوض الآن. أجل أحسنتما. لننهي المعركة الآن. الضربة الرسمية في النينجا. الضربة الفلانية دوران النينجا. الهجوم الأخير. نجحنا. أجل. لقد نجحنا بفضلك. أجل. أو لا، ما الذي يظهر في البلورة؟ واو، لنكتشف ما هو. يبدو عاليا جديدا. لنعطي هكتراك فرصة ثانية. موافقون؟ أجل. آلة التقسيم. رحبوا بمعدات الجديدة. نداء الآليين دوران النينجا. ريد زورد الآلي دراكون زورد. نايترو زورد. زوم زورد. كودياك زورد. آليين نينجا الفولاذية اخرجوا. لن تتمكن دماكم هذه من الطيران واللحاق بي. مخطئ، سنحلق وراءك عاليا. دوران النينجا. ميجا زورد النينجا الفولاذي. نمط التنين. اندماج. ميجا زورد النينجا الفولاذي. نمط التنين مستعد. دوران النينجا. نمط معلم النينجا. لنمسك بالحثالة الطائرة. تستطيعون الطيران، ولكن هل تستطيعون التحليق في الفضاء الخارجي؟ إنه يتجه نحو الفضاء الخارجي. كيف سنتمكن من اللحاق به؟ لدي خبر لكم، خرج نجم جديد من البلورة يدعى نجم أسترو زورد. واو، شكرا ميك. في الوقت المناسب. نجم أسترو زورد ثبت. دوران النينجا. أسترو زورد أخرج الآن. رائع، مركبة فضائية يشبه الطبق الطائر. سنتمكن من التحليق في الفضاء. نمط آلي نينجا تفعيل. مذهل، يتحول إلى رجل آلي. أسترو ميكا زورد النينجا الفولاذي اندماج. يا دوران النينجا. دراكون زورد انفصال. أسترو ميكا زورد النينجا الفولاذي مستعد. لننطلق إلى الفضاء الآن. لنحل هذا الأمر على القمر. وجه لوجه. وحش يواجه دمية سخيفة. نحن مستعدون. أنا لا أصدق أننا نقف على القمر. إنها خطوة صغيرة للحراس وقفزة كبيرة لحماية البشر من الوحش. ستهزمون شر هزيمة. أجل، لن يطول أمره بين يدينا. هل في وسعكم الهرب من هذا؟ سأوقف نظام تشغيل دميتكم. أخطأتموني. لنجعله خردة بالية. هيا. لا. نصل معلم النينجا تفعيل. أسترو ميكا زورد النينجا الفولاذي صاعقة الفضاء. الهجوم الأخير.
خطأ بث موجاتي. والفوز للنينجا. أين الهدف فيكتور؟ أها، ستحطم رقم سارة القياسية إن أصبته. استعدوا لتسجيل اسمي العريق في كتاب جينيس. آنسة هيستينكس، مرحبا. اكتشفت أن لا قدرة لي على البقاء في نواد عدة، لذا سأنسحب من نادي الرماية. سأختار نشاطا واحدا وأجتهد فيه. ها؟ أجل. إذا فسارة لا تتمتع بالقدرة على النجاح هنا. معرفة حدودك هو أفضل درس قد تتعلمينه يوما. أنت ذكية وستسر الجامعات باستقبالك. فيكتور، أشكرك، أخجلتني. أجل، واضح. يا إلهي، سجلت رقما قياسيا جديدا. أحسنت مونتي. أظن أن مونتي يستحق جائزة وتكريما، ما رأيك فيكتور؟ بلا شك. لدينا مشكلة، علينا الذهاب. هيا. أجل، وجدته. ماذا؟ الحارس الذهبي؟ كيف استطعت أن تدخل إلى هنا؟ ما الذي جعل أسترو زورد ينطلق وحده؟ لست واثقاً بالإجابة، ولكن أظنه ينقذ أحداً ما، ولا أعلم من هو. يا رفاق، انظروا إلى هذا. كما ترون هبط الصحن الطائر في ساحة أمامنا. أوه. البوابة تفتح. من يكون؟ أجل، أجل. من هذا؟ يا إلهي، الحارس الذهبي. الحارس الذهبي حقا؟ ترى من هو؟ لا نعلم بعد، ولكن أيا كان فهو من استطاع سحب النجم الذهبي من البلورة